بتطور على صعيد قانون الأجارات الجديد، صدر مرسوم إنشاء اللجان المتعلقة بتطبيق قانون الأجارات الجديد، وصار للملكين مستحقات متراكمة من 28/12/2014 بذمة المستأجرين. 25 لجنة موزعة على كل المحافظات، وكل لجنة بيرئسها قاضي وعضوية مندوب من وزارة المال والشؤون الاجتماعية. فشو دور هاللجان؟ اللجان اللي صدرت بمرسوم عن رئيس الجمهورية بتحمل دورين. الدور الأول هو الفصل بالنزاعات بين المالك والمستأجر في حال ما توافقوا رضاء على قيمة المأجور وبالتالي على بدل المثل، والدور الثاني هو تحديد المستفيدين من حساب الدعم وغير المستفيدين، يعني المدخول ما بيتعدى 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور بيستفيدوا من حساب دعم الدولة بشكل كامل، واللي بين 3 أضعاف 5 أضعاف بشكل جزئي. نهار الجمعة في لقاء عام للملكين لشرح التفاصيل والإجراءات القانونية اللي بتتعلق باللجان، وبحسب رزق الله خلال أيام قليلة بتصير اللجان فعالة، والموضوع التنظيمي بيتعلق بوزارة العدل. بس كيف المستأجر رح يدفع مصاري من 2014؟ واليوم اللي مدخوله أقل من 2250 دولار بالشهر بيستفيد من التمديد الحاصل لمدة 12 سنة، فإذا ما في تهجير مثل ما عم يحكوا. أما اللي مدخوله أكثر من 2250 دولار بيقدر يدفع الزيادات على بدل الإيجار زيادات طارئة بشكل تدريجي، يعني ما بيدفع بدل المثل دغري. أما اللي هن يفترض أنه يتعرضوا ما بعرف مثل ما عم ينحكى لتهجير وغيره، مع أنه هذا الأمر منه صحيح، هن محميين بالقانون على مدة 12 سنة. هلا بعد 12 سنة صارت مسؤوليتهم وصارت مسؤولية الدولة. رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الأجارات المحامي أديب زخور شدد على أهمية تعديل القانون بالتزامن مع إصدار اللجان. إنه هذا المرسوم هو باطل، لأنه أوجب القانون إنشاء اللجان مع الصندوق الذي يدفع للمستأجرين والذي يدفع للمالكين. ما فيك تنشئ اللجان إلا بالتلازم مثل ما بيقول القانون مع الصندوق. زخور أكد على تطبيق القانون بشكل متكامل للكل وإلغاء الانتقائية. فشو بيطالب المستأجرين؟ نحن منطالب نحن تقدمنا بالتعديلات اللي تسجلت بالمجلس النيابي من خلال العديد من النواب، حوالي 9 نواب، وفي أيضا مشاريع أخرى موجودة يجب البدء فيها قبل أو بالتزامن يطلعوا، مثل ما بيعطوا للمالكين والشركات العقارية الحق بهذه اللجان، ايضا حق المستاجرين وهن بيطلعوا تقريبا شي مليون واحد لبناني حقهم ايضا بانه يكون في تعديل والبد بتعديلاتهم بالمجلس النيابي. من سنين اعتصم الملكين بوجه المستاجرين والعكس ليطالب كل طرف بحقه، وهل رح ينوجد حل جديد يرضي الطرفين؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.